في هذه الحلقة هذه نحاول نهضروا إن شاء الله تعالى على Programmation Oriented Object بالإنجليزي Object Oriented Programming. هذه الفلسفة هذه منتشرة بزاف وبزاف ديال لي لونغاج تتبنوها، مثلا جافا، سي بلس بلس، سي شارب، بيتون. في هذه الحلقة هذه إن شاء الله نحاول نهضروا على لي باز ديال لونتي اوبجي و تفسير ديال لي نوسيون ديالو. دونك فهاد البريزونطاسيون نهضرو على لي باز، نهضرو على سي كوا ان اوبجي، شنو هو الاوبجي، شنو هي ان كلاس، الفرق ما بيناتهم، شنو هو ليريتاج، الوراثة بين لي كلاس، نهضرو على لوكابسيلاسيون ونساليو بالبوليمورفيزم وشي اكزامبل ديال الكود اللي تيبين داكشي. دونك شنو هو ان اوبجي، شنو هي ان كلاس، الفرق ما بيناتهم. نعطيكم اكزامبل، مثلا طوموبيل. الطوموبيل تيجيو يصوبوها تيبداو بواحد ديزاين، تيبداو بواحد الماركا، تيبداو بواحد الرسم. دونك داك المهندس اللي تيكتب لهم داك الرسم سي تان موديل ديال الطوموبيل. داك الموديل ما يقدروا يديروا به حتى شي حاجه، ما تقدرش تسوقو، تقدر غير تشوف لي كاركتيرستيك ديال الطوموبيل كيفاش تبنيها وكيفاش تصايبها. دونك هذيك هي بحال هي لا كلاس، هي الموديل ولا لا ريبريزونطاسيون تيوريك ديال الطوموبيل الحقيقيه، والوبجي هي لا ريبريزونطاسيون غيال ديال داك الموديل. دونك داك الرسمه هذيك منين تشدوها لي تكنيسيان والناس في المصنع باش يصوبوها، تيصوبوا الطوموبيل. دونك الطوموبيل هي لوبجي، وداك الرسمه ولا الرسم ولا الموديل هو لا كلاس. وبالطبع قبل ما تقدر تستعمل لا كلاس خصك تديكلاريها. نعطيو اكزامبل، نرجعو لجيت هاب. انا فور اكزامبل هنا تنديكلاري واحد لا كلاس، مثلا ناخذ هذه الاولى هي ابستراكت ماشي مشكل. دونك تنديكلاري واحد لا كلاس لي بروبريتي ديالها وبلي داكسيون ديالها. وكما تنعرفوا ان اي حاجه في هذا العالم هذا نقدروا نعطيوها ليها، نقدروا نقولوا ليها بانها اوبجي. نبداو بالناس، بالكائنات الحيه، نبداو بالطوموبيلات، الحجر، الكواكب، اي حاجه نقدروا نقولوا بان ان اوبجي. وان اوبجي عنده دي بروبريتي، عنده دي زاكسيون. مثلا الكائنات الحيه عندها دي بروبريتي، مثلا اللون، مثلا الوزن ديالها، الطول ديالها، العرض ديالها، الكولور ديالها، اللون ديالها زعما. لي زاكسيون مثلا الكائنات الحيه تتمشى، تتاكل، تتنفس، هذو كلهم دي زاكسيون. دونك ملي تنديكلاريو مثلا ناخذ السيركل، حنا تنديكلاريو هنا تنقولوا بان السيركل عندها بروبريتي مثلا لي كوردوني ديال اكس و ايكغ، و ان اكسيون ديبلاسي تتمشى مثلا. باش نستعملوها خصنا كريو واحد لانستونس ديالها. حنا تنديرو فورم سيركل ايكوال نيو سيركل، حنا تنكريوها وتنستعملو هاديك الساعة باش نعطو ليها ديبلاسي. وهذا هو نفس ليكزومبل نحاول ان شاء الله نستعملوه في بوليمورفيزم بعد. نرجعو لا ريبريزونطاسيون، ريبريزونطاسيون ديالنا نوسيون لي نوسيون ديال لونيت اوبجي هي ليريتاج. ليريتاج المعنى ديالها ساهل، بحال مثلا في الارث، مثلا في الوراثه، مثلا بحال الانسان من واحد تيوت شي حاجه على باه تيوت، مثلا الصفه ديال اللون ديال عينيه، مثلا اللون ديال البشره ديالو، مثلا نقدر نقول الطول ديالو يقدر ياخذ من والديه. دونك هذا ليريتاج. نفس القضيه في لي زوبجي، لورينت اوبجي يقدر يكون واحد لوبجي تياخذ واحد دي زاتريبي وياخذ دي زاكسيون من باه، مثلا في لي فورم ماتيماتيك، مثلا لي فورم جيومتريك. نقدر مثلا ناخذ ان فورم
ناخدو مثلا السيركل وناخدو التريونجل. التريونجل والسيركل سون دي فورم، دونك نقدروا نجمعوا داك الحاجات اللي مشتركه ما بيناتهم في واحد لوبجي اللي هو يكون باهم، اللي هو مثلا فورم، نحطوا فيه اي حاجه مشتركه، مثلا اللون، مثلا لا كولور. وديك الساعه لوبجيتي بيدات تي 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 داكشي باش باش تنقص الكود وتقدر تبني دي زابليكاسيون اللي هما كبار بواحد الديزاين اللي هو مزيان. لونكابسيلاسيون، لونكابسيلاسيون هي منين تتخبع لامبليمونطاسيون ديال لوبجي ديالك. مثلا خديتي مثلا الطوموبيل، الطوموبيل ما عارفش الموتور كيفاش مصوب، الفرامل كيفاش مصوبين، ولكن شنو ديري تتبرك مثلا على الاكسيلاتور وتزيد تتبرك تدور الفولون تدور على اليمين وتدور على اليسار. انت كاين تدير دي زاكسيون ولكن ما تعرفش داك زاكسيون فاش يتصوب، هادي لون كابسيلاسيون. انت ملي تتبني ولا تكتب داك لوبجي ديالك ولا كلاس ما تعرفش لامبليمونطاسيون، واخا هما واخا انك تستعملهم. البوليمورفيزم، البوليمورفيزم شويه معقده. البوليمورفيزم هي عندها واحد العلاقه قويه مع ليريتاج. دونك البوليمورفيزم تستعمل لا نوسيون ديال ليريتاج باش تطبق واحد الفعل على بزاف ديال لي زوبجي اللي عندهم نفس 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 البارون نفس البارون. مثلا نرجعوا الكود ديالنا، انا مثلا هنا، عندنا واحد الفورم، سميتو عندنا واحد الفورم abstract class form، هي البارون ديال لي فورم جيومتريك ديالنا. وكنحطو فيها حاجات اللي مشتركين، مثلا لا كولور كيما قلنا من قبل، اكسيون اللي تقدر تكون مشتركه، مثلا نشونجي لو كولور. نحطو هذا ديبلاسي، ما عندوش لامبليمونطاسيون ديالي هنا لان تختلف من 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 فورم لواحد اخر. وكنحطو غير لا ديكلاراسيون، ديالو، هذه كاتبها بجافا. نحطو الى سينياتور ديالو كيفاش يكون، ولكن لامبليمونطاسيون امبليمونطيوها في البدايات. هنا عندنا جوج ديال لي فورم اللي تيورثو من لا فورم، لو سيركل و تريونغل. مثلا السيركل راه ديجا وارت هاد لا كولور، وارت هاد لاكسيون هي شونجي كولور، وارت هادي، ولكن غير السيناتور ديال. دونك هنا تنامبليمونطيوها، ديبلاسي. لحقاش لو سيركل عنده غير باش ديبلاسي محتاج غير لو سونتر ديالو، لي كوردين ديال السيركل، وتنبدلوهم لامبليمونطاسيون هنا، وتنزيدو لي كوردين ديال اكس واي باش كوم اتريبي ديال السيركل. عندنا واحد اخر تاني فورم واحد اخر هي تريونغل، تتورثها هي اكستانس، تتورث من لا فورم، تنزيدوها دي زاتريبي لي كوردوني ديال الثلاثه ديال القناه ديالها، وتن امبليمونطيو لاكسيون ديالها ديبلاسي. دونك تنبدلو الديفيرون كوردوني ديالها، وهنا في المين تنديكلاريهم كما قلنا. باش تقدر تستعمل واحد لا كلاس خاصك تكريي لا تكري لامبليمونطاسيون ديالها، تكريها كوم ان اوبجي. فورم سيركل تساوي نيو سيركل نسب تريونغل، وهنا تحطهم في واحد لا ليست. وهنا فين تتبان البوليمورفيزم، هنا مثلا الليست ديالنا شنو ديك لنا، غير بانها فيها غير دي فورم. واخا حنا منين زدنا لو سيرك وزدنا التريونغل، لانهم تنعتبروهم دي فورم. دونك نفس لاكسيون تطبق على اي فورم كيما كانت، سواء تريونغل ولا هادو، هي البوليمورف. لانها اشكال متعدده، ولكن تطبق عليهم نفس لاكسيون. لحقاش تيشاركوها، لحقاش عندهم مشتركه في الاب. وهادشي اللي كاين، هادو غير لي باز بطريقه مقتضبه. وحاولوا تطلعوا الى ما فهمتوش، ولا حطوا الاسئله
تحت في الفيديو إن شاء الله نحاول نجاوب عليهم. السلام عليكم إلى حلقة مقبلة إن شاء الله.